بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد المستشار المحترم، ورمضان مبارك، الصحة والعافية والمغفرة. فيما يتعلق بهذا السؤال المهم، نبغي نبين بأن الحكومة واعية بهذه الإشكالية. اللي نبين أن الأساس ديالها نجم على ثلاثة ديال الأمور باش نعرفوا علاش تنتحدثوا. أولا هاد المتأخرات اللي هي ديال شركات المحروقات نتج يا إما عن أن الاعتمادات المرسومة خلال القانون المالية غير كافية بالنظر للتقلبات ديال الظرفية الدولية والارتفاع ديال الأسعار، وكذلك الارتفاع ديال الحجم حتى ديال الاستهلاك، ولا الإشكالية ديال الإمكانيات والتعبئة ديال السيولة اللازمة لأداء هذه المتأخرات، وكذلك التعقد ديال المسطرة ديال البت في الطلبات، لأن هذه الطلبات أولا هناك عدة متدخلين المعنيين وكذلك الوزارات، وكذلك هذه الملفات معقدة، وبالتالي لا بد منها. إذا كاين إشكال حقيقي، ومع ذلك الحكومة واعيا منها بأن هذا القطاع مهم، وهذه المتأخرات هذه حقوق ديال 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 يعني شركات، فقامت بمجهود استثنائي على جوج ديال المستويات. أولا على المستوى ديال التعبئة ديال التمويلات اللازمة وديال البت السريع في الملفات، وأنا نعطيكم الإنجازات بالأرقام. المتأخرات كانت في نهاية 2011 كانت 17 ديال المليار ديال الدرهم. في نهاية 2012 وصلنا 17.3 المليار ديال الدرهم. ماذا قمنا به خلال الفصل الأول من 2013؟ خلصنا هذه المتأخرات ديال 2012 كلها، 17.3 ديال المليار ديال الدرهم كلها تخلصت، وخلصنا جزء من ما نتج عن يعني النفقات ديال المقاصة ديال 6 شهور الأولى ديال 2013. خلصنا بالضبط 8 مليار و200 مليون ديال الدرهم، والمتأخرات اللي بقات علينا الآن هي 9 مليار و800 مليون ديال الدرهم. إذا خلال هاد 6 شهور الأولى خلصنا 25 مليار و500 مليون درهم لفائدة هذه الشركات، بحيث أننا متأخرات ديال 2012 كلها تمسحت وتخلصت، وخلصنا جزء من المتأخرات ديال 2013، ودابا تيتسالونا 9 مليار و800 مليون ديال الدرهم. ولكن هاد 9 ما نمشي نضخموها بزاف، شنو هي؟ هي شهرين ديال الاستهلاك، وهاد الشهرين هي هذا هو الهدف اللي بغينا نبقاو فيه. ما بغيناش نبقاو نوصلوا ل 17 ديال المليار، نبقاو في هاد الشهرين ونقلصوها، لان هاد الشهرين ناتجه اولا كيف ما قلت على التعقد ديال الملفات، وكذلك هاد الشركات حتى هي عندها دي كريدي فورنيسور. اذا وبالتالي هذا التاخر هذا كان فيه مجهود كبير، وفي الفتره الثانيه نتكلم على المجهود الاستثنائي الاخر.